الدكتور حافظ سلماوي، الصناعات اللي هتتأثر بإيجابية بهذا القرار من وجهة نظرك؟ يعني نعلم أنه صناعة مثل صناعة الألومنيوم هي تستهلك الكهرباء بشكل كبير وتعتمد عليها، هل العشرة قروش ستحدث فرق كبير في قطاع كهذا؟ هي طبعا الصناعات بتتدرج من اعتمادها على الطاقه، فعندنا مجموعه صناعات ما نسميه صناعات الكثيفه والصناعات المتوسطه والصناعات خفيفه الاستهلاك. طبعا الصناعات المعدنيه بتيجي زي صناعه الالومنيوم زي ما حضرتك اشرتي، 17% من تكلفه المنتج هي كهرباء، لان الصناعه بتعتمد بالاساس اللي هي صناعه استخراج الالومنيوم اللي هو من الخام وبنتج الومنيوم وليس صناعه طهر وتشكيل الالومنيوم. انما الصناعه زي مجمع نجح حمادي ده بيستخرج الالومنيوم من الخام ده بيشكل 17%. ايضا صناعات الحديد وصناعات الاسمنت وصناعات الزجاج يمكن استهلاكها من الطاقه اكثر في اتجاه الغاز اكثر منه من الكهرباء، انما كل دول بنتكلم ان الطاقه بتشكل من تكلفه المنتج سواء كهرباء او غاز في حدود من 12 إلى 17. بتيجي عندي مجموعة أيضا من الصناعات اللي هي زي البتروكيماويات، لأن في هذه الصناعات الطاقة أحيانا بالغاز على الأخص بيستخدم كمادة خام بالإضافة إلى وجود الكهرباء وما إلى ذلك. صناعات أسمدة دي بتتأثر جدا، لأن زي ما قلنا أن أو الحزمة التحفيزية اللي عرضتها الحكومة أو اللي قدمتها الحكومة تشمل الغاز والكهرباء. نعم. بيجي بعد كده الصناعات بقى زي صناعات الأغذية، صناعات الغزل والتكييف، الصناعات الهندسية اللي هي بتاع الأجهزة وما إلى ذلك، ده يمكن بنتكلم في حدود 4% من إلى 5% من الاستهلاك. فده بيؤثر على إنما لما نيجي نبص نقطة مهمة، إن كثير من الصناعات هامش الربحية بتاعها مقارنة بالمنتج تكلفة المنتج قد يتراوح ب 10% أو حاجة، فأنا لو خفضت له التكلفة اللي هي تم تخفيضها في حالة الكهرباء بحوالي 9% وفي حالة الغاز ببعض الصناعات إلى 20%، ده بيرفع جدا معامل الربحية لهذه الصناعة وبالتالي يجذب استثمار أكثر ويساعد هذه الصناعات على التوسع وعلى تخفيض التكلفة وعلى القدرة التنافسية وتقديم سلعة أرخص. الدكتور حافظ السلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.